عايز اقول الليبرالي اللي دايما بيسمع عني بس ما سمعش مني انه يسمع مني، يجي يصاحبني ويجلس معايا ويكلمني ونتناقش ونخش في حوار ويشوف فكري، هل انا فكري اللي هو بيتقال في الاعلام ان انا الملتحي المتشدد اللي بيقتل اللي بيذبح، ولا انا اللي جيني بيقول لي ان في سلام، في محبه، في رحمه، في موده، فيجي يجلس معانا كشباب ما يبقاش هو منعزل بعيد عني برغم ان انا عايز اوصل له، لكن هو دايما منعزل عني لان هو بيشوفني بيداري وشي منه، لا انا عايزه يجي يقعد معايا وياخد فكري ويسمع فكري ويناقشني ويحاورني هو بيسمع ضدي، لا انا عايزك تسمع مني.